مع بداية كل شهر تتكشف أزمة الإيجارات، إن كان على مستوى الشقق التي لا يمكن لساكنيها إلا ملازمتها بفعل شعار خليك بالبيت، أو على مستوى المحال التجارية التي أقفلت أبوابها قصراً للحد من انتشار فيروس كورونا. 94 ألف عائلة هو عدد المستأجرين القدامى للسكن، وحوالي 26 ألف عدد المستأجرين القدامى لغير السكن، أي المكاتب والمحال التجارية. أما عدد المستأجرين الجدد للسكن فبلغ 92 ألفاً، ولغير السكن حوالي 87 ألفاً بحسب إحصاءات وزارة المالية. أزمة مزدوجة المعايير تلوح بالأفق، وقد أرخت بظلالها على المالك والمستأجر بفعل غياب مصدر الرزق في ظل حظر التجول التي فرضته التعبئة العامة. أمام هذا الواقع، قدمت نقابة المالكين اقتراحاً للمعنيين بعد ما وصفته بحملة التحريض ضد المالكين. نحن اليوم عم نواجه صعوبات كثيرة بتحصيل بدلات الإيجار نتيجة موجة التحريض اللي حصلت بهالأسابيع الأخيرة ضدنا. نحن كنقابة للمالكين موقفنا واضح، المالك يؤجر كي يعيش من بدلات الإيجار، يعني المالك ناطر آخر الشهر ليقبض ليشتري من السوبر ماركت ليشتري الدواء. ما فينا نجي نطرح هيك نقول تأجيل دفع بدلات الإيجار 6 أشهر. نحن ما منقدي خدمة عامة، هيدي خدمة خاصة نحن عم نعتاش منها. من هون نحن كنقابة للمالكين زرنا السراي الحكومي وأخذنا مبادرة أطلقناها بالأعلام وعم نطلقها اليوم عبر تلفزيون لبنان إلى التوافق رضاء بين المالك والمستأجر. وجهنا دعوة إلى جميع المالكين بلبنان للامتناع بالفترة الحالية عن دفع الضرائب، لأن نحن بحاجة إلى أن نخفف الأعباء عن كاهلنا. كما أيضا بدعي مجلس الوزراء ومجلس النواب اليوم إلى إصدار قوانين لدعم المالكين ليقدروا بالوقت ذاته هن يقوموا بواجباتهم بدعم المستأجرين. يعني مثلا بدعي المصرف المركزي اليوم بإعطاء المستأجرين المتعسرين عن دفع بدلات الإيجار قروض طويلة الأجل وبفائدة صفر، يعني نلاقي حلول الدولة تتحمل فيها المسؤولية. إشارة إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفي كان دعا المالك المقتدر إلى تحمل أوضاع المستأجر غير القادر على الدفع والمستأجر المقتدر إلى عدم التخلف في إطار خطة التكافل الاجتماعي، ولكن أهم دفع الإيجار ليس وليد أزمة وباء كورونا، فعمره عمر أزمة الدولار الذي بات لديه أكثر من سعر. نحن بنعرف أنه هناك عقود إيجارات هي معمولة بالدولار أو بما يوازيه بالعملة اللبنانية. نحن بهالإطار كمان عم ندعي المالكين والمستأجرين إلى التفاهم حول بدلات الإيجار إذا كان المستأجر بده يدفع بالليرة اللبنانية. هذه القضية لا تقل شأناً عن باقي هموم المواطن المعيشية من مأكل ومشرب وصحة، وهي تستوجب العناية وحلاً رسمياً قبل أن تتحول إلى أزمة اجتماعية قد تؤدي إلى تشرد آلاف العائلات.